وبركاته. أيها الحضور الكريم، قل من باسمه وبصفته. زملائي والسادة النقلاء، زملائي الأعزاء، سادة الأساطير وأساطير الجهوية لكرة القدم، ينعقد اليوم في مدينة مراكش الحاضرة القديمة للمغرب والحاضرة المتجددة المنطقة الثالث للسادة الأساطير وأساطير الجهوية لكرة القدم. هذه السنة الحميدة أصبحت تقليدا إيجابيا، فبعد لقاء مدينة العيون بالصحراء المغربية الحديدة، وبعد اللقاء التالي بالجديدة والذي كان ناجحا بكل المقاييس، فها نحن اليوم نلتم في جمع مبارك للمرة الثالثة لتبادل الرأي والتجاري والاستفادة من الخبرات والوقوف كذلك على المعيقات وفحصها بنظرة تشخيصية من وموضوعية، والعمل على إيجاد حلول ناجحة تتبخى التقديم الجيد وإرصاء قواعد الحكامة. سيداتي سادتي، إن عصبة جهة مراكش آسفي لكرة القدم، بعدما شرفتموها بعقد هذا اللقاء، فإنه من لقاء منذ لقاء جديدة، والكل مجند رئاسة ومكتبا مديريا وإداريين، نقول الكل مجند لإنجاح هذا اللقاء وتهيئ الظروف الملائمة واللائقة بضيوفها الكرام. إنه بعد اجتماعات ماراثونية وتعميق النقاش حول شعار الملتقى وقيمته الرئيسية، فإننا وبالإجماع اتخذنا كشعار له العصب الجهوية لكرة القدم الواقع والرهانات. أيها الحضور والسادة الأفاضل، كلكم تعرفون أن عمل العصب توسع ومجال اختصاصها تشعب ورقعتها الجغرافية أصبحت شاسعة. إن العصب الجهوية لكرة القدم وارتكازا عن قانون 30 والمتعلق بالطبيعة البلدية والرياضية، والقانون التنظيمي رقم 111 المتعلق بالجهاد، أصبح مطروحا عليه السهر على تنفيذ وتنزيل السياسات العمومية في مجال الرياضة عامة وكرة القدم الخاصة. إن العصب الجهوية أصبحت مسؤولة على تنزيل هذه السياسات العمومية وأضحى من اللازم عليها تغيير منهجية عملها وطريقة تدبيرها وتحديد وأقمنة إدارتها وابتكار أساليب جديدة للتعامل مع شركائها. إن العصب الجهوية لكرة القدم أصبحت مسؤولة أكثر على تنفيذ برامج عمل جامعها الهادف إلى النهوض بالأنشطة الرياضية وتنميتها وتعميمها، وذلك داخل دائرة تقييد القوانين والأنظمة المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأيضاً الاتحاد الإفريقي، وأيضاً الاتحاد الدولي، ومحكمة التحكيم الوطنية الطاس. إنه على هذا الأساس بات من اللازم أن تعرف عصب الجهوية طورة داخلية لإعادة النظر في أساليب التدبير لعملها وفي تغيير أنظمتها الإدارية والحكمية، ونبذ كل ما هو تقليدي ومنغلق. إن العصب في الوقت الراهن لمسيرة هذا التحول ومواكبة الديناميات المجتمعية ولترسيخ مخرجات نموذج التنمية الجديد، فإنها ملزمة لاعتماد التحليل التوقعي للحاجيات وآليات العمل، وبتسطير خريطة طريق بنظرة استشرافية، وبتبني أساليب ودعامات التدبير المعلوماتي
وجلب الكفاءات والخبرات والانفتاح على المحيط من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومقاولات خاصة، وكذلك الإنصات لجميع المتدخلين في الشأن الرياضي وخلق شراكات، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى التكبير الجيد لعمل الوسط وتزويد الأداء وخلق فعاليات نجاعا مفضيين إلى الحكامة الجيدة، حيث تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مختزل بناء المجتمع الديمقراطي وحداثة للمجال المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة في على جميع الأصعدة. ولا يفوتني أن أذكر بالرسالة الملكية السامية للملك محمد السادس حفظه الله الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة بالسخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008، والذي ألحى من خلالها على أن الرياضة رابعة أساسية للتنمية، واعتبر جلالته حفظه الله أن الرياضة في صلب اهتماماته واعتبارها نموذجا مثاليا للالتحام الاجتماعي وتقوية الإشعاع الدولي على المستوى الجهوي والدولي. وفي الختام، فأصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء المكتب المدير وكل الأندية الرياضية وكل الفعاليات الرياضية بجهة مراكش، آسفي، أرحب بكم بحرارة وأتمنى لدورتنا هذه النجاح والسداد، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.